أنت تسميها رخصة العمل الإنساني. كيف تتصور الدكتور سيد هذه الرخصة، إمكانية تفعيلها، الجهة المؤهلة لتبنيها وتنزيلها؟ نعم دكتور سيد. حضرتك، قصة صغيرة في الحقيقة حدثت معي أنا شخصيا، وكنت موجود فيها في مؤسسة من المؤسسات، مش عايز أقول اسمها. كان فيها محاسب أو مراقب مالي أو مراجع مالي متخرج من كلية تجارة ومعاه بكالوريوس ومعاه شهادات الفاينانس كلها، اللي زي كل زمايله الفاينانس، لكن هذا البني آدم ما كانش له خبرة في العمل الإنساني. فرغم أن الحسابات هي الحسابات في كل العالم، إلا أن العمل الإنساني له خصوصية معينة. المؤسسة عملت مشروع في دولة عربية، والمشروع ده كان ممول تحديدا من الأمم المتحدة، والمشروع ده كان بنص مليون. انتهى المشروع والمحاسب خد الحاجات وعملوا ديليفري وخلصوا كل حاجة، وقدم الريبورت للمؤسسه الامميه. المؤسسه الامميه قالت المشروع ده مش مقبول، والتقرير المالي ده مش مطلوب، ومفروض على المؤسسه ترجع ال 500,000 دولار اللي خدته. ده واقع، ولو يبقى فيه بعيد عن البث المباشر اقول لك الاسماء والارقام. ده ليه؟ لان راح المراجع المالي من المؤسسه دي، المراجع الريجنال مش المحلي، اللي هناك شاف الفواتير، لم يغير فاتوره واحده. كل ما هنالك ان هو اعاد تضبيط ذلك الفواتير، لان بالفعل المؤسسه صرفت الفلوس كلها. اكتشفنا ان الراجل بتاع المحاسب المحلي اللي هو دارس واخد كل الشهادات، لكن ما عندوش الكونتكست بتاع العمل الانساني، ولا مراعاه حاجه بيسموه سي اتش اس اللي هو الكور هيومانيتيريان ستاندر او عمل ستاندر انساني، مش في الصوره دي. كان مخسر المؤسسه نص مليون دولار. في الحقيقه المؤسسه اللي انا اعرفه وصل لها بعد ذلك اعتذار من المؤسسه الامميه، ورجع لها فلوس زائد يعني قبلت المؤسسه كل الفواتير الموجوده بعد ما عاد ضبطها بناء على القوانين المعتمده او الريجوليشنز اللي معموله من المؤسسات العمليه، ورجع لهم فلوس كمان لانهم كانوا اوفر سبنت بشكل. انا بديك المثال بس ان البني ادم اللي شغال في العمل الانساني لا يكفيه ابدا انه يكون، وانا ضربت مثال بالمحاسب اللي هو خريج محاسبه واخد ماجستير في المحاسبه، فما بالك باللي يعمل بروجكت مانجمنت وهو طبيب. انا طبيب والدكتور هاني طبيب ومش عارف بقيه الزملاء كانوا ايه. العمل الانساني يتطلب تدريب بشكل كبير جدا. انا اديت مثال ليه المساله دي ضروريه، لكن أنا بقول إن هناك في السوق الآن كذا حاجة أنا أعرفها. دبلوم العمل الإنساني، في حاجات موجودة، في حاجات كتيرة جدا، وأصبح إن أي جهة خاصة تقول لك دبلوم العمل الإنساني، دبلوم تنمية الموارد، دبلوم حاجات كتير. أنا بقول الكلام اللي قاله أخويا هاني ده لازم يتعمل، وبالمناسبة دي أول مرة يعلن أخويا الدكتور هاني موافقته، لأن إحنا أنا وطارق وكل الفريق إذا جاز الكلام فريق الدكتور هاني بنحثه من زمان، لكن ما كانش عنده قناعة. اللي بيقوله الوقت على الهوا ده بالفعل أنا بعتبر ده إعلان، وأنا بقول إن لو المنتدى الإنساني مع الأكاديمية الإنسانية للتنمية ما عدد من الناس يتعاونوا، هيحدث جهتين، جهة مقعدة وجهة سيرتيفاينج. المسألة دي مسألة مهمة جدا. جهة بتقول ان هذا هو الستاندر بتاع الشغل، هذه الجهه ليس لها مصلحه ومش خاصه، ولازم يكون مساله جهه ان جي او غير قابله للربح. هذه الجهه تقول هذه هي الستاندر بتاع الشغل، بالثلاث محاور اللي انا بقولهم، في الانسان، في المنظمه، في البروجكت. يعني كانها بتدي اشياء ثلاثيه، البني ادم له مواصفات، والمؤسسه نفسها فيها مواصفات، والبروجكت يبقى فيه مواصفات. يبقى عندنا تقريبا ثلاث انواع من الشهادات. ممكن في الاول يكون هي شهاده واحده زي ما الدكتور هاني بيقول، ان الاول كليه طب متخرج طبيب وجراح وبعدين بيبدا تخصص، على الاقل لو بدانا دي بس بيكون دي المحاور فيها. اذا هناك جهه تضع هذا الستاندر، وده شغل بياخد، انا لما اتكلمنا بعض الزملاء ممكن ياخد له في حدود سنه على ما ينتج. وفي الحقيقه في دول كتيره حاولت المسائل دي، في دول كتيره حاولت المسائل دي، وانا بقول العمده في ذلك الاي اف كيو ام، ودي مش احنا عاملينها لكن محتاج تعديل، اللي هو الاوروبيان فاونديشن فور كواليتي مانجمنت، بتتطور وبتتعدل فيها في الحقيقه المساله. اذا هناك جهه منظمه، وانا بقول المنتدى الانساني، انا شخصيا برشح المنتدى الانساني، ويكون هناك مؤسسات كثيره معده. يعني هناك الجهه التي تعطي، انا متصور المنتدى الانساني امبريلا ممتازه ومظله ممتازه، لكن في جهات تدريبيه كثيرا منفصله عن المنتدى الانساني، هذه تعد الناس بحيث يكون المنتدى الانساني عنده ناس كواليفاير مؤهلين ان هم بيدوا الخدمه، لهم شهادات، وده معتمد به في العالم كله. وهناك جهات اخرى يبقى موجوده.
لكن السؤال الأهم إن المفروض يعني أنا أتمنى إن السندات التي تطلع لا تكون نوليدج، ما بتكونش حاجات عن نظرية، إما اللي إحنا قلناها المستوى إن يبقى فيها جزء عملي، فيها جزء متعلق بالهاندز أون بالممارسة العملية، في جزء اختيامي شديد جدا، وأنا بقول مستقبل العالم كله في القيم، وبدأ حتى الناس الغربيين يتكلموا على الكور هيومانيتيريان ستاندرد وبيتكلموا على قيمة الفاليو، ومؤسسات كتير الآن بدأت تعمل مشاريع اسمها الفاليوز، ففيها جزء من الممارسات العملية، فيها جزء من القيم فيها، لكن أنا بقول هيتدرب فيها ثلاث مستويات، وات اللي هي ماذا يجب أن يتم اللي هو البيسك، هاو اللي هو كيف يمكن أن يتم ده، وواي اللي هو كان بيتكلم عليها أخويا الدكتور عبد ربي في مسألة الحكمة من وراء ده. وأنا بطلب بعد ما يتعمل دي يبقى في نوع أتمنى يكون في ريكوجنيشن من بعض الجهات، وأنا بستفيد من المنبر ده عشان أقول بعض الجهات التي بتعتمد المؤسسات، أصبح الآن في عدد من الدول الخليجية مثلا مؤسسة اسمها هيئة العمل الخيري أو الهيئة المنظمة للعمل الخيري، لو بعض المنظمات دي تتبنى يكون شرط، وأنا عارف أن المملكة العربية السعودية كأنهم فيها في بروسيدجور أن يتم اعتماد حاجة شهادة زي دي، لو اتعملت من جانب الشهادة من حيث التأصيل وإعداد الشركات أو المؤسسات أو الجهات التي تتم التدريب، وأنا بقول لو ده عضد في خلال ونعمل مناصرة يا أستاذة ليلى مناصرة لهذا الأمر، ضرورة أن تتبنى بعض الدول والجهات هذا الكلام، أنا تيالي ده ممكن يوصله. تلخيصا، جهة مصدرة للشهادات وجهة معتمدة لها، ثلاث محاور للشهادات، اعتماد من الجهات التنفيذية القائمة سواء في قطر أو في الكويت، ولابد لو بدأنا في دولة هتكون لها الريادة سوف تستمر في دول أخرى إن شاء الله.